هو الحقيقة فوزي المهدي تمت إقالته لمدة طويلة، معناه هو قاعد يخدم وهو مقال معناه من طرف سيد هشام الشيشي. الواضح أنه في إدارة الأزمة الصحية سيد هشام الشيشي كان مستقيل تماما من إدارة الأزمة الصحية، خلى سيد معناه فوزي المهدي هو في معناه كما يقولوا احنا في فم المدفع، ما كانش حاضر، ما كان في خارج تونس، ما كانش يتواصل معهم تونس، ما كانوش يعرفوا معناها شنو استراتيجية الحكومة، كان يخرج من حين إلى آخر في تصير أزمة باش يركب عليها وباش يحاول يوضح. تذكروا في ماي خرج لنا وقال لنا راهو وقت صارت الأزمة أزمة الأكسجين الأولى في صفاقس، خرج هو قال من الغد سأتابع شخصيا ويوميا مسألة الأكسجين. من بعد خرج لنا تو في سيديا قال ما في بديش وما عنديش علم وغيره، بعد ما كان معناها في الحمامات في إجازة في الوقت اللي قاعدين التوانسة يموتوا. الواضح أنه سيد هشام المشيخ يبحث عن كبش فداء ويريد تحميل كل مسؤولية السيد فوزي المهدي، وأخلاقيا هذا لا يستقيم اللي قاله البارح، كأنه معناها تفصل من المسؤولية، أنا غير مسؤول ولو أنه هو رئيس الحكومة. وحاجة أخرى خطيرة أنه نعت ما قامت به وزارة الصحة من اليوم مفتوح بجريمة سماها معناها جريمة، هو وصفها وهو كان في باله بالقرار خاصة كل شيء بالهم به ولم يعمل على إيقاف هذه الجريمة، بالتالي يتحمل مسؤولية. تعرف اللي هو رئيس الحكومة هو رئيس كل وزراء وينجم يعدل كل قرارات الوزراء أو يلغيها أو معناها يؤمرهم بالقيام باتخاذ بعض القرارات، ولكن هو لم يلعب دوره. وأعتقد أنه وقع الدفع معنى الركوب على القرار هذا، وأنا كنت متوقع شخصيا أنه بش يصير في الزحام ذاك الشديد والاقتضاض الشديد والإشكاليات اللي رناها بكلنا، ولكن تم دفعه إلى أن يرتكب ربما هذا الخطأ رغم لنية حسنة ولإقالته نهائيا وإبعاده نهائيا من وزارة الصحة. تو نستناو في موقف حركة النهضة اللي معناها قالت لك حكومة السيد اللي صخفيخ أقالت السيد عبد اللطيف المكي معناها خلال الأزمة. أنا حنشوف واش في الموقف منسجم لدى إقالة هذه باش تقبلوها ولا لا. حسيرو معناها يظل لي الوضع سيء جدا، والحكومة هذه أثبتت الفشل نتاعها، وقرار إقالة السيد فوزي المهدي هو للتغطية على استقالة وفشل السيد هشام المشيشي في دار الأزمة الوبائية والأزمة الصحية. سوى تقريبا 17,000 تونسي مي هو تسلم مقاليد الحكم يوم 1 سبتمبر 2020، وقتها كانوا تقريبا 87 أو 88 تونسي توفيوا من الكوفيد، وسوى تقريبا 17,000. كي يشوفوا الأرقام فقط هذا يثبت أن الحكومة هذه فشلت في إدارة الأزمة الوبائية والصحية، ورا المسؤولية لا يمكن أن يتحملها وزير الصحة، لأن السيد رئيس الحكومة هو اللي يشرف على لجنة وطنية لمكافحة الكوفيد، وعمل لجنة أخرى معناها هيئة العليا لتقييم استراتيجية الكوفيد هو يشرف عليه مباشرة، وبالتالي ما نجمش يحمل المسؤولية لسيد وزير الصحة اللي هو جزء من معناها الحرب على الكوفيد ولا يمكن أن يتحملها لوحده.